مشاهدينا هاتفيا للتعليق دكتور ابراهيم زعير استاذ الاعلام بجامعه دمشق والمحلل السياسي. دكتور ابراهيم اهلا بحضرتك. اذا تقدم للجيش السوري في مخيم اليرموك، بل انه اقترب بالفعل من السيطره على هذه المنطقه، في المقابل عمليات اجلاء المسلحين ما زالت مستمره. هل اقترب الوضع في سوريا الى ان يكون طبيعيا وتنتهي اسطوره او يعني ما سمي بداعش ويتم تحريرها من داعش قريب؟ لأنه بطبيعة الحال عندما تتخلص سوريا من هذه المجموعات الإرهابية يأمل أن يعود الوضع إلى حالته الطبيعية والاستقرار والأمن، ولكن هناك إشكالية بطبيعة الحال. يبدو أن الولايات المتحدة ومن تستخدمه في تحقيق سياستها في سوريا والذين أطلق عليهم الوكلاء يبدو أنها تستجمع بعض القوى التي لم تعد فقدت قيمتها الحقيقيه، تجمع اخرين من الارهابيين لاستخدامهم مجددا ولا سيما في خلافات سوريا، وربما لديها ما زالت لديها الاوهام حول استخدامها لتقسيم سوريا او تحويل تلك المنطقه الى منطقه نفوذ دائمه لها. وبطبيعه الحال اضافه الى تركيا التي ايضا كان من المفترض عليها لو لم يكن لديها مقامع خاصه ان تنسحب من المناطق وخاصه عفرين لتتيح للجيش العربي السوري ان يدخل اليها لو لم يكن لديها مقامع ايضا واقتطاع تلك المنطقه وضمها اليها، وهذا بطبيعه الحال هذا لا يمكن ان يتحقق مثل هذه السياسه، وستلاقي يعني المجابهه لاحقا عندما نتخلص من المجموعات الارهابيه في داخل سوريا. لذلك انا بتقديري يعني داخل المناطق الداخليه وخاصه الان في جنوب دمشق نحن قاب قوسين او ادنى للتخلص من داعش في منطقه يعني الحجر الاسود، وبالتالي هناك شمال حمص وجنوب حماه ايضا بدات المصالحات وتسويه الاوضاع ونقل من لا يريد تسويه وضعه للخروج الى شمال سوريا. يعني الوضع بشكل عام اعتقد انه سيكون افضل لاحقا ونامل ذلك، ولكن التآمر على سوريا ومكانتها ودورها في المنطقه اعتقد لن يتوقف، ربما سيتخذ اشكال جديده لا نعرف ما هي، ولكن الولايات المتحده دائما لديها سيناريوهات بديله عندما يفشل سيناريو. طيب دكتور ابراهيم سريعا اذا سمحت لي، يعني بعثت منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه انهت مهمتها بالامس في سوريا في جمع بعض الادله التي تتحدث عن هجوم مزعوم كيماوي مزعوم في دوما، وقالت بان ذلك سيستغرق من 3 إلى 4 أسابيع. ما فائده ان تخرج هذه المنظمه بنتيجه في ظل ما قدمته دمشق وموسكو امام المنظمه في لاهاي من ادله تثبت عدم وجود واستخدام الكيماوي في سوريا؟ سريعا. يعني هذه المنظمة بطبيعة الحال أخذت عينات كما هو معروف، ولكن لم تعطي تقريرها إلا بعد 3 إلى 4 أسابيع. وبالتالي لدينا كل الأدلة على أن كانت مفبركة وذهب من أطلق عليهم الضحايا إلى لاهاي إلى محكمة الجنايات الدولية وعرضوا يعني الأفلام التي عرضت في جميع دول العالم الغربي وغيره بطبيعة الحال، وتبين الناس الأطفال الأطباء الذين كانوا في مستشفيات الذين أتوا بكل حرية برأيهم وصلت أصوات. نعم أشكرك دكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.